أحباء رياضة عشاق كرة السلة، مرحبا بكم إلى الجيم وان، مرحبا بكم لنصف نهائي البطولة والمباراة المنتظرة والمشوقة بين النادي الإفريقي والاتحاد المونستيري، ثاني الأدوار النصف نهائية بعد مباراة أمس بين النجم الساحلي والنجم الراسي. حوار النجوم انتهى لأصحاب القاعة. النجم الساحلي يوم نتعرفوا على صاحب انتصار الثاني في انتظار الإياب، بالطبيعة تعرفوا مباريات نصف النهائي تمشي ذهاب وإياب لروتور. نادي الإفريقي يستقبل الاتحاد المونستيري بأسبقية القاعة، كمل في المركز الثاني البلاي أوف والاتحاد المونستيري في المركز الثالث. البارح النجم الساحلي بأسبقية القاعة يفوز على نجم الراتسي. مباريات العودة الجمعة الجاية إن شاء الله نهار السبت في المونستير وراتس. هذه مباريات الذهاب وهذه مباراة المنتظرة لافيش، مباراة كبيرة في أجواء عالمية اليوم في الجورجاني، جماهير غفيرة بل بساعة تقريبا جماهير حاضرة لهنا، جماهير النادي الإفريقي كذلك حتى جماهير الاتحاد المونستيري في إطار التعاون بين الجمعيات. وقع السماح لدخول بعض من جماهير الاتحاد المونستيري في أجواء منعشة. تنطلق مباراة السيمي فاينل نصف نهائي البطولة الإفريقي، الاتحاد المونستيري 0-0، ومباراة تنطلق منذ 35 ثانية بتحكيم من هيكل قسنطيني. رياض الخليدي ومعز البلطي في الاثناء يعمل الشو في راس الحياني، زوز بلوك شوت. نعطيكم تشكيله الفريقين بعجاله. الافريقي مبروك شنوفي الماجري شويه الزاهي الحماير حديدين غيازه كنيوا فينيلز جراد ومهدي بن غنايه. اولى سلات الاتحاد المونستيري. الاتحاد المونستيري المهملي سعيد تريمش ذي فله حاتم قاسم قدور اودي جي صاحب السله الاولى في هذه المباراه. في راس الاحياني مروان لغنش سيف العساوي جعفر وانور البيري. مدرب النادي الافريقي البرتغالي ماريو بالما ومدرب المونستير منعم عون. جوستومون عوده لمنعم عون لقاعه الجورجاني المره هذه بازياء الاتحاد المونستيري، المدرب اللي احرز مع الافريقي اول بطوله في تاريخ هذا النادي منذ 12 سنه. 2-0 الاتحاد المونستيري وامتلاك كره عند سيف العساوي تمشي في راس الحياني، تبع فيه بشير حديدان تغطيه مختار غيازه خطا في الاثناء. خطا معلن للاتحاد المونستيري من رياض الخلادي. امامكم الكريزي دانكر سميتو في راس الحياني، لاعبي امن الشو بصفه كبيره من خلال البلوك شوت في راس على الصوره. مشكورين الاخوان الكل في الوحده التقنيه في هذا البث المباشر والحصري على الوطنيه 2 النادي الافريقي الاتحاد المونستيري في اولى مباراه السيمي فاينل جيم 1. في راس الحياني من 3 نقاط يجرب حظه، موجود البشير حديدين في الربون. نعطيكم الستارتير في كل فريق، موجود نزار كنيوا في الافريقي كصانع لعب مع كايل فينيلز، بشير حديدين، مختار غيازه كسنتر، ولسعت شويه بالنسبه للاتحاد المونستيري اساسي كلاعب ارتكاز. اودي جي اف اي عم في لقاءات كبيره نذكروا في المونستير مباراه رادز في اللقاء الاخير في البلاي اوف عمل لقاء كبير اف اي اودي جي منتدب من الملعب النابلي هذا الامريكي. مروان لغنش كبلاي ميكر، حسني سعيد في راس الاحياني وسيف العساوي. هذا بالنسبه للاتحاد المونستيري، هذم العشره اللي موجودين على باركي الجورجاني. البقيه ان شاء الله متعه وفرجه وشو بين الافريقي والاتحاد المونستيري. ذكروا للفريقين هذم عمناو لعبوا الدور النهائي للكاس، كانت مباراه حلوه. نذكروا اللي في اطار البطوله السنه كيف كيف اللقاءات كلها كانت حلوه وانتهت في الدقائق الاخيره، ونتصور المباراه هذه كيف كيف باش تمشي للماني تايم بالنظر للقيمه الفنيه في الافكتيف تاع النادي الافريقي وافكتيف الاتحاد المونستيري. حوار ثنائي تكتيكي من بعيد كيف كيف بين منعم عون وماريو بالما، بين فريق النادي الافريقي، فريق اللعب المركز، فريق ال 24 ثانيه، فريق الاتاك بلاسي، فريق اللي السكورينج يدور على 4-5، وبين الاتحاد المونستيري وفريق الفرجه. والاتحاد المونستيري يمشي للدانك، يمشي للهجومات المعاكسه، يسدد مليح من 3 نقاط. فما ديزاتو تكنيك تقريبا، خلينا ننتظر مباراه حلوه من ناحيه الفرجاويه. هذه السله الثانيه بامضاء فراس الحياني، خذا بعد واحد اخر فراس الحياني ابن الرالوي سابقا منذ 3 سنوات في الاتحاد المونستيري، ملاعبي ان شاء الله يكون في المنتخب الوطني التونسي، نخدموا عليه هو والجيل اللي معاه برشا طالعين وليدات يعملوا الكيف، ان شاء الله نخدموا على الاسعد شويه على في الافريقي على فراس الحياني في الاتحاد المونستيري، لانهم ملاعبيه لازمنا نبنيوا عليهم الان في السنوات القادمه. كره لبشير حديدين لاعب السابق ملعب النابلي يعمل مشي بالكره حسب رياض الخليدي. ذكروا الافريقي يخسر حمودي اللي مشى للوداد وهذا شقيقه البشير حديدين،
بعد العودة من الإصابة يعمل في موسم محترم جدا البشير حديدين. 4-1 للاتحاد. الاتحاد المنستيري ينجح 3 نقاط. حسني سعيد الأخصائي في هذه المباراة. ننتظر حوار حلو للي يحبوا اللي تيرا 3 بوان باش يشوفوا حوار حلو بين مراد المبروك في الافريقي وبين حسني سعيد في الاتحاد المنستيري. دو بوانتور دو غاشيت تستدد مليح من خارج ال 6 متر و75. نذكركم ان الافريقي عنده سباقيه القاع يعني في صوره التساوي في الانتصارات 1-1 المباراه الثالثه والفاصله تدور في الجورجاني. الاتحاد المنستيري لهنا في تحدي للنادي الافريقي يحب فك اسباقيه القاع يعني في صوره انتصار الاتحاد المنستيري اليوم فانه ينتزع اسباقيه القاع وتصبح مباراة الثانية مؤهلة بالنسبة لي للنهائي. النادي الافريقي في صورة انتصاره فانه يستحفظ على الجوكير يستحفظ على بقية القاع ويمشي بمعنويات مرتفعة للمنستير السبت القادم. هذو من الرهانات الكيم وان رهانات المباراة الأولى في النصف النهائي نصف نهائي البطولة التونسية لكرة السلة وكل ما تحمله من فرجة وتشويق بطولة تونس والبيك فور الموجود في الرباعي الذهبي للبطولة. كيف كيف رباعي ذهبي في نصف نهائي الكأس موجود ومترشح النجم الساحلي الاتحاد المنستيري الملعب النابلي والنجم الراتسي قرعة جوستومون نهار الجمعة 25 وأكيد المبارتين باش يكونوا من طراز رفيع. على اليسار نور الملياني المسؤول السابق واللي حصد الألقاب عديدة مع النادي الافريقي مسؤول شاب ما عادش موجود في الإطار المسير للنادي الافريقي لكنه يتبع نور في اخبار فريقه من خلال شاشة القناة الوطنية ومن خلال حضوره في القاعة. حيو كل مسؤولين اللي قاعدين يجتهدوا وقاعدين واقفين وراء الفريق نتاعهم سواء في الاتحاد المنستيري او النادي الافريقي او كامل الجمعيات التوانسة. سلة جديدة ونقطة جديدة للاتحاد المنستيري 9-3 بعد 4 دقائق ونصف من بداية المباراة. 9-3 آخر لقاءات النادي الإفريقي انهزم في الكاس في سوسة أمام النجم الساحلي والاتحاد المنستيري مر للنصف نهائي الكاس أمام جمعية الحمامات في الحمامات. نزار كنوة يعمل انترسبسيون كوسكورة يلعب مع البشير حديدين يمشي للفاست بريك النادي الإفريقي والدان شو والفرجة جوستومون حكيت قبيل على فراس الحياني عمل شو حكيت على لسعد شويه كيف كيف من اللاعبين نجموا نبنيو عليهم هو عمل الشو في هذا الدانك الحلو 9-5 4 نقاط وامتلاك الاتحاد المنستيري. سيف العيساوي اللي عائد من اصابه سيف ما لعبش برشا في المباريات الاخرى في الاتحاد المنستيري كيف كيف الاتحاد المنستيري خسر اتو كبير ياسر جوليوس كولز برشا يحكيوا انه جوليوس كولز تقريبا يمثل 50% من الاتحاد المنستيري بفضل قوته الفنيه ورؤيته الشاسعه في الميدان ذكائه وصبغته كانه لاعب او مدرب ثاني على الميدان. برشا توقعوا انه الاتحاد المنستيري يطيح شويه اللصق نتاعو بعد اصابه كولز وخسر الاتحاد المنستيري خسر بعض اللقاءات خسر امام ملعب نابلي خسر امام المنازه من بعد دارك وربح النجم الراتسي والان يلعب نصف نهائي البطوله يعني واصبح يعول اكثر على مروان لغلش كبلاي ميكر. نعيم ضيف الله كيف كيف عنده اصابه على مستوى الرجل اليمنى ما نعرفش يمكن يلعب ولا لا منعم عون في هذه المباراه. على كل حال ماهوش ستارتير هذا بالنسبه للاتحاد المنستيري. النادي الافريقي تعدى بموجه بتاع مرض خلينا نقولوا ملاعبيه مرضت شويه وسط الاسبوع الفارط وحكينا شويه مع المسؤولين تاع النادي الافريقي يقولوا انه ما فماش حتى مشكل الان في الافكتيف تاع النادي الافريقي موجودين وفي صحه جيده. هذا تقريبا البولتان ميديكال خلينا نقولوا الوضعيه الصحيه والوضعيه تاع الاصابات في كل فريق كي باش نجموا تتبعوا معنا باكثر تفاصيل هذه المباراه. 11-5 للضيوف 6 نقاط للاتحاد المنستيري ونزار كنيوه كبلاي ميكر في هذه الاجواء حلوه ياسر اجواء اليوم في قاعه البرجاني. شنوفي امامه فراس الاحياني يبحث عن مختار غيازه يخرج بالكره نزار كنيوه حاول يمشي للدرايف ثم يمشي لليسار وين موجود بشير حديدان وفما خطا قبل ما توصل الكره لبشير حديدان كان متحرر على الكورنر الايسر يربح الخطا. دخول زياد جعفر ونعيم ذيفل في صفوف الاتحاد المنستيري. نعيم ذيفل سنوات في النادي الافريقي الفريق الوحيد اللي لعب فيه خارج نادي الافريقي والاتحاد المنستيري يعني تجربته كلها كانت ياما في الاحتراف خارج تونس اساسا في مصر
أو في النادي الأفريقي. المرة هذه يلقى روحه بزي الاتحاد في الجرجاني أمام فريقه السابق النادي الأفريقي. ودخول زياد جعفر اللي كانت له عمناول تجربة في النجم الساحلي يرجع لفريق الاتحاد المونستيري. مختار غيازة كيف كيف نذكره منتدب في هذا الموسم كلاعب سنتر، ونذكره كيف كيف اللي مش تبع معنا كامل الموسم انه خرج، ولو انه معلومة راهي قديمة، انا ديما نعمل حسابي على اساس انه مش تبعوا فينا من اول العام، ديما نعمل ميزاجور. يجي كالفينيلز ويخرج جيمس جاستيس، فرد بروفيل تقريبا اثنين ملاعبات صناع لعب امريكيين. يلا سكر البارونتيز طويلة ونرجع للوصفة. تسديد ثلاثية شنوفي، أولى ثلاثيات الأفريقي في مباراة اليوم بإمضاء زيادة شنوفي. 11-8 حلوة المباراة، حلوة ومشوقة، متعة في الجرجاني اليوم في لقاء الإفريقي وضيفه الاتحاد المونستيري. هذه جماهير النادي الإفريقي قلنا عاتية رونق في قاعة الجرجاني، كيف كيف مع بعض جماهير الاتحاد المونستيري. وقاعات الكرة التونسية وكرة السلة التونسية تتلعب بجيشي فرمية قلت في أكثر من مناسبة، وهذا يعمل الكيف الحقيقة للرياضيين الكل في كامل البطولة. وجوية كبيرة البارح في سوسة، جوية كبيرة اليوم في الجرجاني، جمعة جاية كيف كيف تلقاو جوية كبيرة في المستير في مباراة العودة كيف كيف في رادس. 11-8 على بعد امتلاك النادي الافريقي على الاتحاد المونستيري، ثلاث نقاط هذا افي او دي جي. ربح برشا وقت لعب مع اصابه جوليوس كولز، اصبح يلعب ملاعب برك اجنبي الاتحاد المونستيري، يعني ما عادش عنده كروتاسيون بين الستارتير والبنك، ذاك علاش او دي جي افي نلقاو ياخذ برشا وقت لعب. سيف العساوي كصانع لعب الان يعمل كرون او دي جي، تمشي لزياد جعفر يجرب حظه من ثلاث نقاط، يسدد وما يسجلش، موجود غيازه في الالتقاط. كره الاولى لنزار كنيوه يستعد للدخول، جريد في الافريقي واحمد تريمش في الاتحاد المونستيري. كره افريقيه كايل فينيلز شنوفي، تمشي نزار كنيوه متحرر وحده يسدد وما يسجلش، والالتقاط شوف قداش نقز فراس الحياني، شوف قوه الالتقاط ديتونت بتاع فراس الحياني. محاوله ايصال الكره من سيف العيساوي الافي او دي جي، ما دخلتش الكره الافي قايم صاحبه، ويرجع الامتلاك للافريقي ودخول البوانتور الثاني في هذه المباراه. مراد المبروك في مباراه اليوم عندكم دويل يعمل الكيف بين زوز حسب رايي وعلى حسب اعتقادي وتقديري افضل مسددي ثلاث نقاط في البطوله، مراد المبروك في النادي الافريقي وحسني سعيد في الاتحاد المونستيري. دويل حلو تابعوه معايا. جريد مبروك ربع فيه جعفر، ثم تمشي نزار كنيوه، 8 ثواني في توقيت الهجوم، يحاول يقطع الكره الفي، تبقى للافريقي، تبقى لنزار كنيوه، تمشي لجريد مع احمد تريمش. جريد يسدد ويسجل، ينجح جاريد شو يسجل اولى نقاطه، يقلص الفارق لسلبي نقطه، 11-10 دائما للاتحاد المونستيري. سيف العيساوي افي او دي جي، سيف العيساوي يبحث عن الحلول الخارجيه مع نعيم ديف الله، يخرج عليه شنوفي، ياخذ وقته نعيم ديف الله، يمشي للبيك اندرول، لا يخرج بالكره لزياد جعفر، حاول يمر يوصل كره لافي او دي جي ويسجل مع البزور، مع بزور الثانيه الاخيره لتوقيت الهجوم ينجح افي او دي جي في تسجيل النقطه 13 للاتحاد المونستيري. 13-10 قبل 35 ثانيه في فتره اولى مازال فيها امتلاك تقريبا النادي الافريقي وامتلاك للاتحاد المونستيري. كنيوه ثم شنوفي اون كونفيونس، شنوفي بعد التسديده الاخيره الناجحه من ثلاث نقاط يسدد المباراه هذه وما يسجلش. 23 ثانيه في توقيت الهجوم، كره للاتحاد المونستيري. سيف العيساوي، زياد جعفر يطلب كره لداخل احمد تريمش ما ياخذهاش، تمشي لسيف العيساوي تبع فيه مراد المبروك، مازالوا 7 ثواني في توقيت الفتره وفي توقيت هجوم الاتحاد المونستيري، يحب يكمل الثواني للاخر الاتحاد المونستيري. امتلاك الافريقي قبل اقل من ثانيه، كمل الامتلاك للاخر الاتحاد المونستيري. جوستومون الاتحاد المونستيري فركس الوضعيه هذه، يعني يقول لك انا مازلت 24 ثانيه في توقيت الهجوم و24 ثانيه في توقيت الفتره، يعني هي من صدفه مش ديما تتكرر الحكايه. الفريق الاتحاد المونستيري يقول لك ناخذ 24 ثانيه للاخر
ونديكلونشي في الثانية الأخرى كان سجلتها يربح النقطتين وما يخليش وراها سلة، وإذا ما سجلهاش نادي الإفريقي ما لقاش وقت أنه يسجل له سلة، وهذا كان اللي صار. بقات 24 ثانية عند الاتحاد المونستيري، إذا تنتهي الفترة الأولى 13 الاتحاد المونستيري 10 النادي الإفريقي. أمامنا الإحصائيات الخاصة بالاتحاد المونستيري، 5 تسديدات من بعيد، واحدة ناجحة كانت من حسني سعيد، فريق الدور في 67%، نجح في رميتين حرتين، 4 أخطاء و7 التقاطات دفاعية والتقاط هجومي. هذا الاتحاد المونستيري، كان موجودة إحصائيات النادي الإفريقي كيف كيف في فترة أولى كانت دفاعية، 13-10 بدأت بنسق به، 1-8 ما مشاش تسديد من بعيد النادي الإفريقي، مع دخول مبروك يمكن يتحسن تتحسن إحصائيات 3 نقاط، 1-8 12% الإفريقي. وهذا ثلاثي التحكيم سونتيني خلادي والبلتي، قلنا فترة أولى دفاعية شوية 13-10 للفريقين، وابتسامة هيكل وبيرا والحكم كيبدا مبتسم وأليس يخلي اللاعبيه كيف أليس مبتسمين، ما يزيدش يدخلهم يمكن في الارتباك في الأمور النفسية. هيكل ما شاء الله عليه يعرف كيفاش يتعامل مع أجواء كل مباريات صعيبة. انطلاق الفترة الثانية، قلنا في حوار نصف نهائي البطولة ذهب، خليني نقول لك واحدة مش واحدة من أهم، هي أهم مباراة للإفريقي والاتحاد المونستيري، وبدرجة أقل الاتحاد المونستيري يكون أهم مباراة للنادي الإفريقي. علاش؟ لأنه مثلا إذا النادي الإفريقي ينهزم اليوم هو خرج من الكاس ويزيد يخسر أسبقية القاعة، يصعب على روحه الأمور في بطولة السنة. الاتحاد المونستيري يقول لك أنا مترشح كاس ومازال عندي روتور في المستير، يمكن أهم مباراة للنادي الإفريقي، يمكن على ذاك لنا شوية ضغط في وجوه لاعبية النادي الإفريقي. مباراة مهمة، السومي فاينل البطولة، أمامنا جاريت شو لاعب جاء لحديقة الإفريقي منذ شهر. تلاك لمروان لغنش، أحمد تريمش، مروان لغنش ثم توصل لإيفي أوديجي ويقع احتساب السلة. لاكوردي بلوس فوت لإيفي، كان أداؤه محتشم في بداية تجربته مع الاتحاد المونستيري منذ إصابة جوليوس كولز، ومنذ أنه ربح برشا وقت لعب الملاعب هذا قاعد يرتقي بمستواه وبمستوى الاتحاد المونستيري من خلال المباراة الأخيرة. إيفي أوديجي ١٥-10، مختار غيازة أمام أحمد تريمش، نزار كنيوة يعمل الكرون، مختار تبع فيه زياد جعفر، تخرج لمختار غيازة من مسافة متوسطة يسدد وما يسجلش، موجود نعيم ذي فلة في الالتقاط. نعيم ذي فلة تمشي الكرة لأوديجي ثم تمشي لأحمد تريمش، حاول يضربها في مراد مبروك بذكاء، مراد مبروك يتفادى الكرة أنها تضرب في ساقه وتخرج ويربح فريقه البوسيسيون الامتلاك. 15-10 كرة لنزار كنيوة، مبروك يخرج عليه غنجة، عرفوا قيمة المبروك في التسديد من بعيد، لك علاش في كل مرة تلقى ما فماش دفاع بعيد على المبروك، ديما فما واحد لاسكو خاصة من هذا اللاعب مروان لغنج. كيف كيبدا موجود حسني سعيد في المستير، ديما موجود واحد عليه، لأنه الملاعبية هذوما إذا تخلي لهم شوية فضاء، تخلي لهم ثانيتين روتار المدافع المباشر عليه، فإنه الملاعبية تمشي في 50%، يعني تضيع واحدة وتسجل واحدة. مبروك وحسني سعيد وقارين الحساب هذا الكل، ماريو بالما ومنعم عون. التسديد ينجح نزار كنيوة، ينجح نزار كنيوة، 15-12 3 نقاط أسبقية، مباراة دفاعية بالأساس، ما نكذبوش على بعضنا، فما لانتونسيتي، فما الرهان، فما الملاعبية اللي عندهم فنيات كبيرة، الأول بلوك شوت، لكن ما نكذبوش على بعضنا، بعد 12 دقيقة 15-12 مازلنا ننتظر الكثير من الإفريقي ومن الاتحاد المونستيري، مازلنا نستناو سكورينج، مازلنا نستناو فرجة. لغنج جعفر مع المبروك
حاول يتعدى زياد جعفر ما يلقاش حلول، يرجع بالكره للبلاي ميكر غنجة يعمل درايف يربح الفاول. هذا الروشيستي اللي حكيت عليه اكثر من مره نتاع مروان لغنج، لاعب ما يتفلسفش برشا، ياخذ كره يربح الاخطاء، يمشي للرميات الحره، يلعب في الروجيستر نتاعو وناجح في الروجيستر نتاعو للامانه. مروان الستيري هو في الحقيقه ابن شبيبة القيروان، لعب برشا في ليكيب ناسيونال مروان لغنج، ينجح في الرميه الاولى. حوار على الورق، حوار نجوم بين المبروك وحسني سعيد، بين زياد الشنوفي ونعيم ذي فله، بين فراس الاحياني واحمد تريمش وهشام الزاهي والمختار غيازه. فما دي دويل حلوين، لكن مازلنا ننتظر الفنيات، مازلنا ننتظر الفرجه، مازلنا ننتظر السكورينج من الفريق قين. 17-12، خمس نقاط لاتحاد المنستيري في تنقل صعيب، واخذ خمس نقاط في قاعة القرجاني بالذات. 17-12، كرة لزياد جعفر. جعفر نعيم في فلة يخرج عليه المبروك، يطلب الكرة أحمد تريمش، ثم موجود مختار غيازة يعمل قطع كرة، مختار غيازة حاول يمشي الاتاك، يمشي الهجوم المعاكس، فما البلوك شوت من او دي جي ايفي. لاعبيه الافريقي طالبوا بكره نازله يعني باحتساب السله، حكم ايران وبلوك شوت شرعي. كوره لنعيم دي فلا تبع فيه المختار غيازه، تخرج الكوره اوتسايد وحده، اوبن شات متحرر من كل رقابه، لكن فما صافره قبل هذا، فما صافره يخسر اثرها الامتلاك الاتحاد المنستيري. ترجع كرة الافريقي، هذا اودي جي يرتاح، اصبح يلعب بالحياني واحمد تريمش داخل المنطقة كمركز ثلاثة، نعيم دي فلا مركز واحد غنجة، ومركز اثنين زياد جعفر في الافريقي. يصبح كايل فينيس كبلاي ميكر، مراد مبروك في المركز اللي يحبه كبوست دو، موجود كمركز ثلاثة زياد شنوفي، والداخل بشير حديدان بوست كات، وسنتر كلاسيكي مختار غيازة. المحاولة من بعيد من مبروك ما يسجلش. 17-12، كرة لمروان لغنج، مباراة صعيبة على الفريقين، رهان كبير. فراس الحياني، زياد جعفر، مازالوا ثلاثة ثواني، مازالوا ثانيتين، مازالت ثانية، يسدد نعيم ذي فلة وينجح مع البزور. ينجح نعيم ذي فلة مع البزور الثانية الأخيرة في توقيت الهجوم في ضفت ثلاث نقاط. أعلى فارق في المباراة 20-12، ثمانية نقاط للاتحاد المنستيري. نعيم ذي فلة يعرف مليح سيرسوات البرجاني، ألقاب بالجملة مع فريقه السابق، لاعب عنده الإكسبيريونس كيف ما اللي عند المراد المبروك اللي سدد وما يسجلش، ما يسجلش مراد المبروك. التسديده الثانيه على التوالي، ما لقاش احصائياته، ما لقاش نجاعته في مباراه اليوم الى حد الان، واحد من افضل المسددين في البطوله قلنا مراد المبروك، تعرفوا الملاعب كي يسدد سو بريسيون احصائياته تطيح. احمد تريمش يجرب حظه وينجح في ثلاثيه اخرى من نفس المكان ومن نفس الكورنر اللي نجح منه منذ قليل. نعيم ذي فضله، هذا التفاعل جماهير الاتحاد المنستيري، تقريبا 50 شخص وقع السماح لهم من هيئه النادي الافريقي بالدخول في قاعه القرجاني، وحوار الجماهيري من هنا ومن هنا. النادي الافريقي رغم التاخر في النتيجه 11 نقطه، جماهيره قاعده تشجع ما سكتتش. جماهير الاتحاد المنستيري اللي متفاعله مع 11 نقطه امام الافريقي في القرجاني، وذاك اللي اعطاهم امبيونس حلوه في قاعه القرجاني بين جماهير الفريقين اللي تشجع دون هوادة منذ بداية المباراة. 23-12، يعمل تقريبا بريك الاتحاد المنستيري إلى حد الآن بعد تقريبا 15 دقيقة من بداية هذا الحوار. نهاية التايم اوت، تشوفوا في الاحصائيات تاع الفريقين، امامكم منى معون، مروان لغنج على الصورة. هذه احصائيات الافريقي، 9% من ثلاث نقاط، واحدة من نقاط قوت الافريقي مش ماشية في مباراة اليوم.
مع منى معون. الاتحاد المنستيري اصبح فريق يسدد من بعيد، كانش يسدد برشا الاتحاد المنستيري قبل ما يجي منى معون، كان فريق يلعب برشا على التاك الكونتر اتاك، وكان فريق يلعب برشا على احمد تريمش فراس الاحياني، اصبح فريق يلعب اكثر اتاك بلاسي ويوفى 24 ثانيه نتاعو بالتسديد من بعيد. هذا من الحاجات اللي لاحظناها مع قدوم منى معون في اتحاد المنستيري في نسخه قلنا منى معون نسخة النادي الافريقي مع ماريو بالما هي الانضباط التكتيكي، ونعرفوا سي ان جران تكتيسيان ماريو بالما. 23-12 لغنج، زياد جعفر سدد من بعيد وينجح في ثلاثية، ناجع نجاعة قصوى اليوم الاتحاد المنستيري في التسديد من خارج القوس، وناجح دفاعيا. قبل كان 12 نقطة في 16 دقيقة وسجل سلات بالجملة تقريبا أربع سلات ناجحين من سبع محاولات تقريبا، كان مش إحصائياتي غالطين، بعد شوية نعملوا طلع على الإحصائيات تاع الفريقين. يتوخل الشنوفي موجود، مختار غيازة في الالتقاط، أطول لاعب في المباراة مختار غيازة، لاعب ارتكاز المنتخب التونسي، مشي بالكرة ضد مختار غيازة، مشي بالكرة ضد مختار غيازة. ستة وعشرين اثناش، 14 نقطة كاملة أسبقية للاتحاد المنستيري في آخر لقاء لهم في الجرجاني، كان فاز الاتحاد المنستيري في البلاي أوف على النادي الأفريقي. نعيم ديف الله طيب الدفاع من بشير حديدان، تعاود ترجع نعيم ديف الله يسدد وما يسجلش، المتابعة لشكون؟ لزياد جعفر، تبقى الكرة للاتحاد المنستيري، تمريرة ورائية من مروان لغنش، ثم رونفيرسمون من اليسار اليمين لتحرير زياد جعفر في اوبن شات، يسدد وما يسجلش، والمرة هذه ياخذ الالتقاط مختار غيز. الخطأ، خطأ اللي فات مراد المبروك، بل 3 دقائق و33 ثانية. ذكروا نصف نهائي البطولة، ذكروا الجيم 1 المباراة الأولى، مازالت الإياب في المنستير السبت القادم. مبروك، ثم تمشي للشنوفي كايل فينايلز، محاولة المرور ودخول بقوة، رياض الخلاد يعلن على باساج اون فارس، دخول بقوة ضد البشير حديدان اللي فايت أحمد تريمش، دخول بقوة، ترجع الكرة للاتحاد المنستيري، يعمل في مباراة جيدة الاتحاد المنستيري. 26 نقطة هجوميا متوسطة نتيجة، لكن دفاعيا مخلي الافريقي في 12 نقطة، يعني ناجح الاتحاد المنستيري في صد هجومات الافريقي. يدخل هشام الزاهي لاعب كومبلي، هشام الزاهي يعني يسدد مليح، موجود في الروبون وكيف كيف في الدفاع، ملاعبي جيد، هو التأكيد يجي في اللقطة الأخرانية. هشام الزاهي ملاعبي كومبلي للأمانة، كويح نعطيه حقه، موجود تحت السلة، يلعب ظهره مليح، يسدد من ثلاث نقاط ويعمل ديفونس باهية هشام الزاهي. 26-12 كايل فينايلز معها غنجة، تمشي لهشام يسدد من ثلاث نقاط ما يسجلش، موجود فراس الأحياني، ثبتوا معايا الديتونت نتاع فراس الحياني، ما شاء الله عليه ينكز مليح، طويل مش طويل برشا لكن عنده قوة ارتقاء فراس الحياني. دقيقتين وعشرين ثانية على نهاية الشوط الأول، يقطع الكرة دفاع الأفريقي، تمشي لكايل فينايلز، ثم شنوفي يطلب الداخل الكرة، البوستاب واحد ضد واحد من هشام الزاهي، مشي بالكرة ضد هشام الزاهي، هذا أمامكم هشام الزاهي فعلين مشي بالكرة ضده، بل دقيقتين من نهاية شوط أول. حلو فرجة، ما فيش برشا سلات. الاتحاد المنستيري بعد نجاح الكبير في التسديد من ثلاث نقاط يعمل بريك وياخذ 14 نقطة فارق. النادي الافريقي هجوميا مش لاكي الاوروبير نتاعو، خاصة انه يدور في 8% من ثلاث نقاط وفي 38% من النقطتين. النادي الافريقي عمل برشا لي تورنوفر، عمل لي تورنوفر يعني خسر كرات من باساج اون فارس، خسر كرات من مشي بالكره،
كي نزيدوهم 8% من 3 نقاط يكون يفسر هذاك شويه ال 12 نقطه نتاع النادي الافريقي. الاتحاد المونستيري 36% من 3 نقاط و 62% من النقطتين، يعني كي تشوف الاحصائيات الزوز دولانين بين الافريقي والاتحاد المونستيري يمكن هذا يفسر شويه ال 14 نقطه السباقيه اللي واخذها الى حد الان فريق الاتحاد المونستيري، وهذا توب سكورر في كل فريق، افضل مسجل في المباراه الى حد الان هو او دي جي اي في بثمانيه نقاط، البقايه الكلها في 3 نقاط كسوا في الافريقي او الاتحاد المونستيري، يعني فرق النقاط من هنا ومن هنا، لكن او دي جي اي في هو اللي تميز شويه على بقيه الافكتيف تاع الافريقي والاتحاد المونستيري من خلال توب سكورينج، وسجل 8 نقاط الى حد الان. تكتين على نهايه الشوط الاول ضعيف من الناحيه الهجوميه في الفريقين، 14 نقطه الاتحاد المونستيري ومعهم امتلاك كره لفراس الاحياني، بوست اب واحد ضد واحد بالظهر مع بشير حديدان، ثم تسديد من بعيد لغنج، الخطا خطا اللي فات مروان لغنج على الصوره رقم 12 الاتحاد المونستيري، يلعب برشا مع الاتحاد المونستيري تقريبا منذ قلنا اصابه جوليوس كولز، لعب على الاقل يدور في 30 35 دقيقه كل مباراه، كنا ذاك اللي فسر شويه كذلك اخفاقه في اخر الفترات في الرميات الحره. نادي الافريقي ما لقاش حلوله مع كايل فينيلز، ما لقاش الحلول مع المبروك في التسديد من بعيد، ما لقاش حلول التوغلات مع الشنوفي، هذو نقاط قوت الافريقي ما لقاهمش في مباراه اليوم. في الالتقاطات مختار غيازه، بشير حديدان، هشام الزاهي يعملوا لي بلوك اوت ياخذوا في الكرات، لكن الهجوم مش قاعد يتبع في الافريقي، لانه في العموم 27 نقطه تقبل كافريقي في شوط، يعني مش كاتاستروفيك دفاعيا، لكن الهجوم في الافريقي مش ماشي. الاتحاد المونستيري اكثر متوازن، يعني مسجل 27 نقطه صحيح مش برشا، لكن جايب 14 نقطه فارق بالدفاع الاتحاد المونستيري لحد الان. دقيقه و33 ثانيه على نهايه الشوط الاول، سيمي فاينل البطوله، نصف نهائي اول، حوار اول بعد اسبوع الحوار الثاني، الجيم 2 مباراه العوده في المونستير. مبدئيا المباراه باش تدور ما 3:30 تاع العشاء في قاعه المونستير، كيف نذكركم الموعد السبت القادم، النجم الراسي النجم الساحلي مباريات العوده الجيم 2 كايل فينيلز، نزار كنيوة يحاول يصنع اللعب للنادي الافريقي، نزار كنيوة يحاول يهدي اصحابه، يحاول يلعب سيستيم، يحاول يلعب سيتويشن سبيسيال كما يقولوا في كره السله، تمشي للثواني الاخيره، تسديد ان اند اوت، تدخل وتخرج الكره، فما هشام الزاهي في الالتقاط ياخذ 14 ثانيه جديده الافريقي، كره تمشي نزار كنيوة عاود يحاول مره اخرى يسدد والخطا، خطا يبدو ضد نعيم ذيفالا امامنا معز البلتي، خطا اللي فات الافريقي قبل دقيقه 10 ثواني، 27-12. شنوفي وصل كره لهشام الزاهي، يلعب بلمسه واحده لبشير حديدان ويسجل، عنده مده في ال 12 نقطه النادي الافريقي، على الاقل دقيقتين ونص ما سجلش، ثم جات سله البشير حديدان من روميز اون جو، السله هذه 17 و 27 14، 13 نقطة سباقية، يطلع دفاع عالي الافريقي واحد ضد واحد، حاول يقطع بعض الكرات، حاول يعمل بعض الهجمات المعاكسة، يقطع الكرة لسيف العساوي، نزار كنيوة يلعب بسرعة مع زياد الشنوفي، يمشي للدرايف الشنوفي ياخذ الفاول، خطأ معلن من هيكل قسنطيني لزياد الشنوفي. شوف في وجوه النادي الافريقي تخلى الدوت، يعني فريق سجل في مباراة سوسة أمام النجم الساحلي 44 نقطة في لقاء الكأس، فريق مسجل في شوط تقريبا 14 نقطة، نحس من خلال حتى وجوه لاعبين النادي الأفريقي أنه تخلى الدوت ومشكل في فريق وقت اللي يدخل الدوت وقت اللي يدخل الشك، والباسكيت تلعب برشا على المعنويات، يعني هي لعبة نتاع التركيز، والتركيز إذا المعنويات نازلة برشا يقل التركيز وتقل وتطيح الإحصائيات، في المقابل كيف كيف حتى كي تبدا الملاعب مثلا معنوياته مرتفعه اكثر من اللازم ويكسيتي اكثر من اللازم كيف كيف ما ينجحش، يعني فما جوست مليو في كره السله باش تنجم تنجح خاصه في التسديد من بعيد، لانه ماهيش رياضه بدنيه كره السله، رياضه نتاع فنيات نتاع تركيز نتاع ادريس نتاع نجاعه. 40 ثانيه 27 16، 11 نقطه كره مونستيريه، يرجع حسني سعيد في ستارتير الاتحاد المونستيري المصوب رقم واحد في الاتحاد
30 ثانية على نهاية الشوط. جماهير النادي الإفريقي يساند الدفاع النادي الإفريقي، ثم كرة الاتحاد المنستيري ينجح أفضل مسجل نقاط في المباراة إلى حد الآن بعشر نقاط، أودي جي في ينجح في إضافة النقطة 29 باليد اليسرى، يعطي أسبقية 13 نقطة 29-16، 8 ثواني أكيد باش يحاول يلعب للثواني الأخرى النادي الإفريقي. كايل فينيلز ينجح 3 ثواني ثانيتين ثانية في الهجوم الأخير ويأخذ الامتلاك بالثانية للنادي الإفريقي 29-18، ياخذ الامتلاك قبل ثانيه النادي الافريقي، يبدو وقت مستقطع. تايم اوت طلبوا ماريو بالما، هو بالاحرى مش ثانيه. تحيه المصور جلال كان مريض شويه، ربي يفرج عليه، ابال ان يحضر وراء فريقه جلال. تحييه من خلاله كل الجماهير التونسيه اللي واقفه وراء الفرق نتاعها، ولاع كبير الحقيقه كي تسمع عباد تفركس في التذاكر في لقاءات كرة السلة من أول الأسبوع تفهم هذا الشغف. نرجع للمباراة، ما زالت ثانية، هي بالأحرى 0.8 من الثانية، يعني 8 أجزاء. ماريو بالما طلب تايم أوت، علاش؟ لأنه عنده روميز أون جو مش طرف ثاني من الميدان، وتعرفوا في التمريرة الأولى الكرونومتر ما يتحسبش في الباسكيت، يعني وقت اللي الملاعب الأولاني باش يعمل روميز أون جو يسيب كرة من يده ما يبدا يتحسب بالثانية إلا ما الملاعب اللي باش يعمل ريسبسيون بتاع الكرة ياخذ يمسها بيده. يعني الافريقي باش يحاول يلعب تمريره بسرعه، الملاعب يخرج من ايكرون ولا من دوبل ايكرون باش يسدد في اقل من ثانيه تقريبا، هذا السيناريو اللي باش تشوفوه في الثانيه الاخيره. في منتاج النقطة النادي الافريقي احصائيات اقل من المتوسط، رغم ذلك جماهير الافريقي واقفه مع فريقها. مباراه شيقه بين اتحاد مونستيري يعمل في مباراة كبيرة هوني في الجورجاني، خاصة من ناحية الدفاعية. مراد المبروك يسدد مع البزر وما يقعش احتساب السلة، حتى كانت سجلت ما يقعش احتسابها حسب الإشارة نتاع هيكل قسونتيني. يلا صحيح هجوميا مباراة تعبة شوية 29-18، تشويقيا مباراة مفتوحة على كل الاحتمالات. نذكركم سيمي فاينل البطولة راحت تقريبا بعشرة دقائق، نرجعوا لاستوديوهاتنا المركزيه، مرحب درجين ونرجعوا للجرجاني باش نتابعوا الجيم 1 مباراه الاولى بين الافريقي والاتحاد المنستير. مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكم لنصف نهائي البطوله ذهب، مباراه كبيره النادي الافريقي الاتحاد المنستيري. صحيح النتيجه ماهيش كبيره برشا بالنسبه لهجوم الفريقين 29-18، الاتحاد المنستيري يعمل في دفاع جيد ويأخذ 11 نقطة في شوط أول دفاعي بالأساس بين الفريقين، وشوط ثاني ينطلق الآن بين الإفريقي والاتحاد المنستيري. نذكركم البارح السومي فاينل الأول، ديما نحكي على الجيم 1، ديما نحكي على مباراة الذهاب. نجم الساحلي يفوز على نجم الراتسي 71-57. تفكير بتشكيل الفريقين، مبروك شنوفي ماجري شوية زاهر حماير حديدين غيازة كنيوة فينيلز جاريد وبن غنية. ماريو بالما المدرب النادي الافريقي، الاتحاد المنستيري المهملي سعيد تريمش ديفالا قاسم قدور اودي جي لحياني لغنج عيساوي جعفر وانور البيري المدرب ومن عمعون. مرحبا بكم للشوط الثاني، مرحبا بكم قاعة الجرجاني نصف نهائي البطولة الوطنية لكرة السلة. النادي الافريقي في لقاء الذهاب وباسبقية القاعة يستقبل الاتحاد المنستيري. تنطلق الفترة الثالثة في ستارتير منى عمعون اللي عندهم الهجوم الان، موجود سيف العيساوي، مروان لغنج، افي، فراس الحياني وحسني سعيد. هذا بالنسبة للمنستير، الافارقة اللي عندهم الامتلاك. كايل فينيلز كصانع لعب مع نزار الكنيوة، بشير حديدين لسعد شوية والمختار غيازة كلاعب ارتكاز. 30 ثانية من الامتلاك الفترة الثالثة، كرة افريقية 29-18. مختار غيازة مع هودي جي، روفيرسمون من اليمين اليسار للتحرير حديدين يسدد الحوار الالتقاط يوفى في دين مختار غيازة، ثم المحاولة مرة ثانية يعاود ياخذ الكرة الثانية للمرة الثانية على التوالي الافريقي بشير حديدين. حوار بين سيف العيساوي وبين البشير حديدين على الكرة الأخيرة، كل كرة بحسابها للفريقين. الاتحاد المنستيري من أجل الانتصار وافتكاك أسبقية القاعة قبل مباراة عودة السبت القادم، والنادي الافريقي من أجل الانتصار في الجيم 1 والذهاب بمعنويات مرتفعة للإياب. ينجح نزار كنيوة
في الثلاثية أولى ثلاثيات نزار كنيوة المرة هذه من الكورنر الأيمن أمام أودي جي ينجح في ضف ثلاث نقاط قلص الفارق سلبي 8 29-21 سيف العيساوي تمشي الكرة الداخل فراس الأحياني على المربع ينجح فراس الأحياني نسق جيد مع انطلاق المباراة أو انطلاق الشوط الثاني تحديدا مباراة جيدة لفراس الأحياني كرة إفريقية نزار كنيوة يعمل الكرة مختار غيزة يطلب كرة داخل ما ياخذهاش ثم تمشي لسعد شوية على الجناح يكمل بدرايف ياخذ لاكور ديب مسخوت ياخذ السلة وياخذ الخطأ لسعد شوية يلعب على إمكانيات ملاعبيته الإفريقي مع بداية الفترة الثالثة يعني لسعد شوية ما يسددش من بعيد لازم يعمل درايف يعمل في درايف نزار كنيوة وقت اللي تجي الاوبورتونيتي باش يسدد من بعيد يسدد ونجح الافريقي في الفترة الثالثة يلعب بملاعبيه تلعب على الروجيستر نتاعهم لتدارك الفارق الكبير نسبيا اللي خذاه الاتحاد المونستيري كمل الفترة الأولى 13-10 الاتحاد المونستيري ثم الشوط الثاني كملوا تقريبا ب 11 نقطة أسبقية ما ينجحش في الرمية الحرة لسعد شوية كرة مونستيرية سيف العيساوي يطلب كرة ودي جي تمشي فراس الأحياني ثم مروان لغنج مع كايل فينيلز كايل فينيلز مروان لغنج سيف العيساوي مع لسعد شوية بل خمس ثواني تشوف قريب يوفى توقيت هجوم الاتحاد المونستيري دفاع جيد النادي الافريقي مع البجاري سدد وضعية دفاعية ناجحة من النادي الافريقي اول وضعية دفاعية متاع 24 ثانية ناجحة في دفاع النادي الافريقي وشفنا تفاعل بشير حديدين مع الوضعية الدفاعية هذه الناجحة لسعد شوية حرر كايل فينيلز يلعب مع البشير حديدين مختار غيازة يجرب حظه من الثلاث نقاط ناقصة تسديدة مختار غيازة ثم ياخذ الكرة الثانية البشير حديدين يضيع عن كونتر زيرو وضعية كانت مش صعيبة برشا على البشير حديدين يضيعها وياخذ الامتلاك الفريق الضعيف الاتحاد المونستيري توصل الكرة الاودي جي والخطأ خطأ ضد النادي الافريقي ضد الاسعد شوية ولفايت افي اودي جي زوز متر وثلاثة مش طويل برشا لاعب داخلي مش طويل برشا يفي على الصورة زوز متر وثلاثة جناح قوي أمريكي الجنسية إفي أودي جي يخفق في الرمية الأولى على الصورة إفي قادم من الملعب النابلي يسدد الرمية الثانية وينجح ينجح إيفي أودي جي 9 نقاط 32-23 كرة للإفريقي بشير حديدين نزار كنيوة مختار غيازة يسدد من مسافة متوسطة ما سجلش يعمل التقاط سيف العيساوي يخرج عليه كايل فينيلز توصل الكرة لسيف العيساوي ثم تمشي لمروان لغنش تبع في كايل فينيلز يحروا اودي جي من الاكرون تعاود ترجع الاودي جي ويخسر امتلاكه الاتحاد المونستيري وترجع الكرة للنادي الافريقي امامنا نزار كنيوة كايل فينيلز كصانع لعب الان كايل فينيلز 32-23 لسعد شوية مع حسني سعيد حاول يمر لسعد شوية يربح الخطأ حاول يمشي للتوغلات النادي الافريقي خاصة مع لسعد شوية في ظل احصائيات ضعيفة في التسديد من بعيد الافريقي يحاول يأمن من خلال الدرايف من خلال المرور للتوغل وربح الرميات الحرة وتركيب الأخطاء للملاعبية الداخلين للاتحاد المونستيري ينجح في الرمية الأولى لسعد شوية تحية لكل من يلتقط صورة القناة الوطنية الثانية وأنتم تتابعون هذا الدور نصف النهائي جماهير كبيرة قاعدة تتبع فينا من خلال شاشة الوطنية الثانية من خلال تفاعلاتكم 6 دقائق و30 ثانية حسني سعيد أو دي جي معها غيزة 10 ثواني في الهجوم سيف العيساوي على سعد شوية يزيد ياخذ وقته الاتحاد المونستيري فراس الأحياني قبل ثانية يسدد
وما يسجلش المتابعة لشكون لبشير حديدان. نزار كنيوة لسعد شوية ثم كايل فينيلز يربح الخطأ. قلنا النادي الافريقي في هذه الفترة الثالثة يلعب برشا التوغلات، يحاول يجيب الأخطاء، يجيب الرميات الحرة، قلنا في ظل الإخفاق من تسديد من بعيد. ستة دقائق على نهاية الفترة الثالثة، أولى أخطاء في رأس الأحياني. لسعد شوية، نزار كنيوة يطلب من كايل فينيلز أنه يتعدى من الجهة اليمنى، يعاود ياخذ كرة كايل فينيلز، تمشي لنزار كنيوة. لسعد شوية يجرب حظه يسدد من 6 متر و57 ما يسجلش المتابعة. سيف العساوي موجود، سيف العساوي موجود على كل الكرات الثانية رغم أنه ملاعب خارجي فإنه يتبع الكرات كل. حسني سعيد مع كايل فينيلز في رأس الأحياني. حسني سعيد الخطأ، خطأ معلن ضد كايل فينيلز الأمريكي الإفريقي. إمكانيات جيدة لكايل فينيلز، ما عملش مباريات كبيرة في الآونة الأخيرة في لقاء الكأس أو لقاء اليوم إلى حد الآن، لكن عموما ملاعب عنده فنيات محترمة كايل فينيلز. حسني سعيد يجرب حظه من البعيد ما يسجلش، موجود غيزة في الالتقاط، طلع كرة نزار كنيوة تبع فيها العساوي، يكمل في الدرايف ثم يخرج كرة لبرا لكايل فينيلز من ثلاث نقاط. ينجح، ينجح كايل فينيلز في ثلاثية بعد اسيست من نزار كنيوة، يقلص الفارق ويرجع الافريقي في المباراة 26 32 ست نقاط. يعاود يقطع الكرة، فاست بريك نزار كنيوة والبلاك شوت حلوة من فراس الحيني وخطأ للافريقي. يربح الفاول الافريقي ضد سيف العيساوي، والامتياز كان في البلاك شوت من فراس الحيني. وقت مستقطع طلبه مونامون، هاو الريبلاي نتاع مخرج اللقاء محمد علي الشريف، بلاك شوت وهذا الاسيست من نزار كنيوة، كان فيكس الديفونس الكل داخل وخرج اون اوبن شات وحده في تيرو فير كايل فينيلز. 32 26 مباراة في هذه الفترة الثالثة مفتوحة على كل الاحتمالات في ظل تقارب النتيجة الان، في ظل عودة الافريقي. افريقي رجع في النتيجة بفضل الدفاع خاصة من السيد سليم الرياحي رئيس النادي. متابعة كبيرة من جماهير الفريقين اليوم لهذه المباراة، أهم مباراة في الموسم للإفريقي وللاتحاد المونستيري، وما زالت المباريات المهمة، ما زالت مباريات العودة إن شاء الله على القنوات الوطنية. تابعوا مع بعضنا لقاية جيم 2، النجم الراتسي، النجم الساحلي، والاتحاد المونستيري والنادي الإفريقي، وإن شاء الله لما لا الأدوار نصف النهائية. تابعوهم اثنين على القنوات الوطنية بالطبيعة إذا فما تفاعل من الأندية ومن الجامعة في تقديم وتأخير أيام اللقاءات، فأنه نحاولوا بكل وسائلنا في القناة الوطنية أنه نعيشوكم الأدوار نصف النهائي للكأس كيف كيف يوم الملعب النابلي. تحية للملعب النابلي ولشباب وجماهير الملعب النابلي على الموسم الجيد اللي قدموه السنة، ورئيسه فاروق القلال بشير حديدين جوستومون ابن الملعب النابلي، مع برشا في ليكيب ناسيونال بشير حديدين يعني في موسم جيد. يتقلص الفارق السلبي خمسة 32 27، مباراة جيدة ماهيش فرجاوية برشا باستثناء بعض عمليات دانك وبلاك شوت من الأسعد شوية أو فراس الحيني، فإنه فما الانتنسيتي، فما الرهان، فما تشويق، فما بعض اللوحات الفنية، لكن على مستوى السكورينج مازلنا ننتظر الكثير من المنستير ومن الإفريقي. أحمد تريمش دخول بقوة ضد أحمد تريمش، شعلنا عليه هيكل قسنطيني، باساج اون فورس، يربح الامتلاك الآن الإفريقي. واضحة العملية تاع اعلان الخطا من هيكل القسنطيني، تم دخول بقوه ضد احمد تريمش بالطبيعة. القرار كان لهيكل القسنطيني اللي يحكي مع حسني سعيد على الخطا الاخير المعلن في الامتلاك الاخر للاتحاد المونستيري، ومعلن ضد الاتحاد المونستيري. مونا معون، توتر كبير لمونا معون وماريو بالما في لقاء الحقيقه اليوم 32 28 كايل فينيلز. مختار غيازة توصل للبشير حديدين ثم تمشي لكايل فينيلز، حاول يتعدى بين اثنين كايل فينيلز، تبقى للافريقي بشير حديدين ثم من بعيد، من بعيد برشا لسعد شوية، ناقصة كرة لسعد، تمشي في حوار ثنائي بين العيساوي وكنيوة
قلنا كل الكرات مهمة في الفريقين، تحس انه كل ملاعب يلعب الكرات كل الاخر، كان يبيه ماني تايم، كان يبيه دقيقة اخيرة حاسمة بالنظر لرهان المباراة نصف نهائي بطولة. فراس لحياني، مروان لغنج يخرج بالكرة على اليسار لسيف العيساوي قبل 7 ثواني من نهاية توقيت الهجوم. جاي الدفاع الافريقي، ثم 3-2 فاست بريك كالفينيلز من 3 نقاط. كالفينيلز ينجح في هجوم معاكس، يسدد من 3 نقاط ومن نفس البلاصة اللي نجح فيها قبيلة. كالفينيلز من اليسار ينجح في إضافة 3 نقاط مهمة، ترشح النادي الافريقي على مستوى سلبي نقطة. 32-31 الأول مباراة بين الاتحاد المونستيري والنادي الافريقي. زوز فرق قاعدة تعطي في أقصى مجهودها، صحيح هجوميا مش قاعد يتبع السكورينج، النتيجة مش قاعدة تتبع في المستير ولا في الافريقي، لكن التشويق والانتونسيتي والرغبة والجرينتا اللي موجودة في المستير وفي الافريقي، خلينا نشوف في مباراة حلوة. لسعد شوية حاول يمر ياخذ الخطأ، ياخذ الخطأ لسعد شوية، في كل مرة ياخذ كرة لسعد شوية يلقى روحه في ان كونترا يمشي بروفوكي الفوت. وهذا منذ بداية هذه الفترة الثالثة ومنذ بداية الشوط الثاني، واضحة ليزانستركسيون لسعد شوية، في كل مرة تلقى روحك في ان كونترا تمشي للدرايف، تمشي للتوغل. هذه ثلاثية كالفينيز، شوية يسجل ويعادل النتيجة، أول تعادل في المباراة منذ انطلاقها 32-32. ذكر الاتحاد المونستيري يعمل شوط أول ممتاز، وصل 13 نقطة أسبقية أمام النادي الإفريقي، وأول أسبقية للأفارقة في المباراة 33-32، يعني يرجع من 13 نقطة كاملة النادي الإفريقي وياخذ نقطة أسبقية الآن. والامتلاك والهجوم للاتحاد المونستيري، نعيم فيفالا، زياد جعفر، تمشي الكرة لفراس لحياني، حاول يلقى الحلول الفردية ما ينجحش، المتابعة من لسعد شوية والخطأ، خطأ لفايت النادي الإفريقي ضد الاتحاد المونستيري. إعادة للخطأ الأخير، يربح الامتلاك الإفريقي. الأول مباراة مشوقة وسط أجواء جماهيرية لا توصفوني في الكورجاني، هي سيرين تاع دور نصف نهائي باش تكون جماهيرية بامتياز. تعرفوا جماهير الكورجاني والإفريقي، تعرفوا جماهير المونستير في قاعة المونستير والشو الكبير اللي عملوه، كيف كيف البارح في سوسة جماهير كبيرة، في راتس الجمعة الجاية كيف كيف شو على المدارج، ونتمنى شو والفرجة على الباركي من الفرق الكل في هذا السوبر بلاي اوف. ينجح لسعد شوية، أعطى إضافة في الشوط الثاني لسعد شوية من خلال لعب الهجومات الواحد ضد واحد، من خلال ربح الأخطاء، من خلال الرميات الحرة، عاون برشا فريقه. أحمد تريمش حاول يمر، أحمد تريمش خطأ ضد البشير حديدان، إن شاء الله لاباس أحمد تريمش، إصابة على مستوى الركبة يقوم لاباس. خطأ ضد البشير حديدان، أمامنا التوغل الأخير من أحمد تريمش، عمل شونجمون ديريكسيون، يعني مشى حب يبدا من اليمين، ثم عمل شونجمون ديريكسيون على اليسار باش يتعدى بالمدافع نتاعو وربح الخطأ. أحمد تريمش، نقطتين لفيت الافريقي. دقيقتين و37 ثانية على نهاية الفترة الثالثة، يخرج للتداوي. هذا جانب من جماهير الاتحاد المونستيري اللي تنقلت لقاعة البرجاني، تقريبا قلنا 50 شخص. التسديد من بعيد، ينجح زياد جعفر في ثلاثية، ترجع الفارق الآن من نقطتين سلبي نقطتين إلى إيجابي نقطة للمونستير 35-34. مشوقة قبل دقيقتين من نهاية الفترة الثالثة، كالفينيلز يسدد وينجح. تتحسن الإحصائيات من هنا ومن هنا، وكي تتحسن الإحصائيات يطلع المردود بتاع المباراة ككل. غانجا مع كايل يعمل لكلو في راس الأحيان، يطلب كرة داخل ما يخذهاش، تمشي لسيف العيساوي، فما سافر قبل خطأ
اللي فات الاتحاد المونستيري. هذا كايل فينيل صاحب السلة الأخيرة للنادي الإفريقي. بعدها زياد جعفر سجل ثلاثية. نعيم في فلة مع هشام الزاهي، يرجع هشام الزاهي، فما تغطية من المختار غيازة على نعيم ذي فلة، فما إصابة لنعيم ذي فلة. يقوم الآن نعيم، يتوقف اللعب. زملاء الأمس كل واحد في فريق الآن السنوات، هشام ونعيم مش شوية، على الأقل عملوا 8 مواسم مع بعضهم، هشام الزاهي ونعيم ذي فلة. اليوم نعيم بأزاء الاتحاد المونستيري وهشام بأزاء الإفريقي، ينجح في الرمية الأولى. هشام الزاهي على الصورة، خبرة كبيرة لهشام، ما سجلش الثانية، ويبقى الامتلاك لطبيعة الخطأ اللي فات النادي الإفريقي. ترجع النتيجة الآن 38-35، 3 نقاط اللي فات الإفريقي ومعهم بوسيسيون، معهم امتلاك. دخول بقوة، دخول بقوة، حسب رياض الخلادي يخسر امتلاكه الافريقي وتعود للاتحاد المونستيري ولمروان لغنج على الصورة. مروان لغنج 3 نقاط، دقيقة 45 ثانية وندخل في الفترة الرابعة وفترة الأعصاب والتشويق، الفترة اللي باش تحدد اسم المنتصر في المباراة الأولى في لقاء الذهاب في الجيم 1. زياد جعفر يجرب حظه يسدد وما يسجلش، موجود مختار غيازة في الالتقاط. نزار كنيوة، هشام الزاهي، نزار كنيوة، مازالوا 5 ثواني في هجوم الافريقي. تمشي لهشام الزاهي ياخذ الخطا ضد زياد جعفر، الخطا ماريو بالما. هشام الزاهي في حديث جانبي، هشام الزاهي ينجح في الرمية الأولى. ما سجلش الثانية، يبقى الامتلاك للإفريقي. نزار كنيوة، كايل فينيلز يحاول يجرب حظه ويسدد من بعيد، ناقصة تسديدة كايل فينيلز، يعمل في راس الالتقاط. 39-35، هجوم معاكس للاتحاد المونستيري. سيف العيساوي مع نزار كنيوة، سيف العيساوي يلعب مع زياد جعفر، أمامه كايل فينيلز، زالوا 47 ثانية في توقيت الفترة الثالثة. فراس الحياني كلاعب خارجي يحاول يمشي للدرايف، ياخذ الخطا فراس الحياني، يديكروشي فراس الحياني، يخرج من المنطقه ويلعب فاسو باني، يحاول يستغل طول قامته وقوه الارتقاء اللي عنده باش يحاول يتعدى بالمدافع المباشر اللي معه مختار غيازة ويجيب الاخطاء فراس الحياني، وهذا اللي نجح فيه الى حد الان في اللقطه الاخرى. أربعين ثانيه وتسعة اجزاء بالمئة في عمر الفترة الثالثة. يرتاح هشام الزاهي، يدخل جاريد مركز بمركز. الرمية الأولى، يخفق في الرمية الأولى في راس الأحياني. يسدد الرمية الثانية وما يسجلش، موجود نزار كنيوة في الالتقاط. 35 ثانية تقريبا، مازال امتلاك للنادي الافريقي وامتلاك للاتحاد المونستيري في عمر هذه الفترة الثالثة. 4 نقاط وامتلاك للافريقي. نزار كنيوة، مراد المبروك، يخرج عليه مروان لغنج، يمشي الكرة اليسار لسعد شوية، يمشي للتوغل ما يسجلش. المتابعة بين جاريد وسيف العيساوي ونزار كنيوة، توفى في دين لسعد شوية، مراد المبروك وحده في تسديدة من مسافة بعيدة من 6.75 متر وما يسجلش. مراد المبروك اخصائي النادي الافريقي رقم 1 في التسديد من 3 نقاط، مازالوا 10 ثواني. منكم سامي الشرقي رئيس فرع النادي الافريقي، كيف توتر كبير، مسؤوليه كبيره، نعيم ذي فلة من 3 نقاط ينجح،
قبل الثانيتين من نهاية توقيت الفترة الثالثة. نعيم ديفالا ينجح في الثلاثية تيرو بوزر الثانية الأخيرة، تساوي 3 نقاط للضيوف للاتحاد المونستيري. لاسيست كان من سيف العيساوي، 39-38 لفايت الإفريقي في هذا الحوار المشوق في مباراة مازالت باش تلعب فيها كل شيء في الفترة الرابعة والأخيرة. يعني النادي الإفريقي سجل في هذه الفترة الثالثة 21 نقطة، والاتحاد المونستيري سجل 9 نقاط. 21-9 أفضل فترة للنادي الإفريقي في المباراة، فترتين وفاول الاتحاد المونستيري، الفترة الثالثة وفات للنادي الإفريقي. نتيجة نقطة فارق الآن 39-38، وهذا التسديدة الأخيرة قلنا لنعيم ضيف الله. راحة فيما بين الفترة الثالثة والرابعة قبل انطلاق الفترة الرابعة والحاسمة. ذكركم أنه الإفريقي كمل في المركز الثاني في البلاي أوف، 10 مباريات، فاز في 8 وانهزم في 2، كمل ب 18 نقطة، سجل 708 نقاط وقبل 656، يعني عنده معاه 52. الاتحاد المونستيري كمل في المركز الثالث، 10 مباريات، 6 انتصارات، 4 هزائم، سجل 746 نقطة وقبل 730، عنده معاه 16. يعني الفريقين كملوا البلاي اوف بيلون بوزيتيف. نادي الافريقي كمل ثاني والاتحاد المونستيري كمل ثالث، يعني نادي الافريقي ياخذ لافونتاج تاع القاعة، ياخذ اسباقية القاعة. تعرفوا في قانون كرة السلة التونسية اللي عنده اسباقية القاعة يبدا الذهاب في قاعته. أمن الوطني تحية ليه ولكامل مجهوداته في تأمين المباريات الرياضية وتأمين الحدود وتأمين الأمن العام. إن شاء الله يد واحدة والقضاء على الإرهاب يا ربي. إن شاء الله كنا مع بعضنا باش نقضيو على الآفة هذا، شعب واحد. تحية لكامل قواتنا الأمنية وجيشنا. زياد جعفر مقطوعة من مختار غيازة. الاتحاد المونستيري أفضل في الشوط الأول من الشوط الثاني، والنادي الإفريقي أفضل في الشوط الثاني من الشوط الأول. تقريبا مباراة قاعدة تلعب شوط بشوط الى حد الان. كيف ستكون الفتره الرابعه؟ الاتحاد المونستيري يعمل فتره اولى وثانيه من طراز رفيع خاصه دفاعيا، النادي الافريقي يعمل مباراه في فترتها الثالثه من طراز رفيع، يعني سجل 21 نقطه قبل كان 9. الان الفتره الرابعه لمن ستكون النتيجه النهائيه للجيم 1 للمباراه الاولى، مباراه مهمه. ذكركم نصف نهائي البطوله يتلعب على لقاءين. سيف العيساوي جرب يسدد وينجح من بعيد، ما ينجحش. سيف العيساوي في الآونة الأخيرة عنده إحصائيات عالية في التسديد من بعيد، ذكر المباراة اللي قدمها أمام النجم الراتسي. امتلاك جديد الآن لصالح النادي الإفريقي، 9 دقائق و9 ثواني. ننتظر وإياكم استئناف اللعب. ثم حوار بين هيكل قسنطيني ومنعم عون، ينتهي بالابتسام الحوار هذا. نزار كنيوة معها لغنج. كنيوة ياخذ الخطأ، بعد برشا نادي الإفريقي على التسديد من بعيد في الشوط الثاني استثناء كايل فينيلز تقريبا ونزار كنيوة، فانه تقريبا فتره ثالثه كامله مشى برشا للتوغلات، بحث عن الرميات الحره، بحث على تركيب الاخطاء لدفاعات الاتحاد المونستيري. في المقابل الاتحاد المونستيري ما لقاش نجاعته في الفتره الثالثه الهجوميه، سجل كان 98 نقاط فقط في فتره ثالثه وقبل 21 نقطه. لسعد شويه، مراد المبروك، نزار كنيوة توصل الكره لداخل مع مختار غيازه، يدور ويسدد مختار غيازة. ثم المتابعة بين فراس لحياني ومختار غيازة وإشارة البلتي حكم اللقاء بامتلاك جديد للنادي الإفريقي.
مبروك. مراد المبروك لسعد شويه، نزار كنيوة تبع فيه اي في او دي جي، يخرج للتغطيه نعيم ديفالله، تذكره بشير حديدين، ينتهي توقيت الهجوم. وضعيه دفاعيه ناجحه للاتحاد المونستيري، كيف كيف تقريبا عنده مده ما عملش 24 ثانيه في الدفاع، ناجعين الاتحاد المونستيري، قوى دفاعه مع انطلاق هذه الفتره. يمكن المباراه ترجع دفاعيه في فترتها الرابعه بنظر لتقارب النتيجه وبنظر للخوف من الهزيمه في الفريقين. 41-38 اودي جي مع جريد، باش يعمل ايفي، حاول يمر ولا كوردي، يقع احتساب السله حسب اشاره رياض الخلادي. اللي فايت اودي جي ايفي في حوار الامريكيين، رغم التغطيه بتاع المختار غيازة يلعب طويل النادي الافريقي بوجود الغيازة. وجريد حاول ياخذ الكرات الثانيه وحاول ياخذ روبون النادي الافريقي، ولو ان النادي الافريقي فريق يحب برشا يلعب السمول بول ولعب تسديد من بعيد ويلعب بيفو برك. لاحظوا يلعب باثنين سنتر كلاسيكيين، ماريو بالما، مراد المبروك، اولى ثلاثيات المبروك في المباراه تبدو، كان مانيش غلط الاولانيه اللي حطها المبروك هذه. 44-41 قلنا النادي الافريقي يلعب بسنين ارتكاز طويل، اطول ما عنده في الافكتيف، حاول ياخذ دوسيو على فراس الحياني وإيفي او دي جي ويربح طول القامه. كيف سيتعامل منعمون مع هذه الوضعيه؟ 44-41 او دي جي، حلوه تميره، مروان لغلج، التدخل من الاسعد شويه، خطا خطا ضد الاسعد شويه. حوارات ثنائيات قويه في الدفاع، وهذه الثلاث نقاط مراد المبروك. رميتين لمروان لغنج، ينجح في الرميه الاولى مروان، وينجح في الثانيه. فريقين تقابلوا سنة في مناسبتين في البلاي اوف، ما كانوش في نفس المجموعه في المرحله الاولى. كان الاتحاد المونستيري مع نجم الراتسي والنادي الفريقي كان مع نجم الساحلي، تقابلوا مرتين في البلاي اوف. الاتحاد المونستيري فاز ذهاب واياب، اختار غيازة ما يسجلش. المتابعه من جاريد، الكلاكيت ناجحه من جاريد، اربع نقاط لجاريد شو، 46-43، ثلاث نقاط للنادي الافريقي. زياد جعفر، زياد مع جاريد، ثم نعيم في فلا من الكورنر، ينجح يلقى في الروبير نتاعو في قاعه الجورجاني. نعيم ديف الله متعود بهذه الاجواء، يعرف مليح قلنا باركي وسير سويت الجورجاني. نعيم ديف الله من نفس المكان على الكورنر الايمن، مارتين يسجل من نفس الموقع ويعدل النتيجه 46-46. مرحبا بكم للشو، مرحبا بكم، فرجه في المدارج بين جماهير الاتحاد المونستيري وجماهير النادي الافريقي، فرجه على باركي الجورجاني 46-46. والرهان موجود، نصف نهائي البطولة في لقاء أول، لقاء ذهاب. إصابة لمروان لغنج، 46-46، شو كبير اليوم. غنجة لعب مع الحياني، مروان لغنج حسوه يتعب في آخر المباريات، قلنا بعد إصابة جوليوس كولز قاعد يلعب برشا، ما فماش البديل في صنع اللعب، ساعات ياخذ عليه سيف العيساوي او زياد جعفر، لكن جينيرالمون هو العقل المدبر لهجومات الاتحاد. مروان لغنج، نزار كنيوة كيف كيف قاعد يلعب برشا رغم وجود كايل فينيلز، لكن ماريو بالما خير انه يلعب جاريد على حساب كايل فينيلز. مبروك 46-46، المبروك يسدد من الثلاثه ما يسجلش. المتابعه من نزار كنيوة، تبقى الكرة للنادي الافريقي 14 ثانية جديدة. نزار كنيوة من ثلاث نقاط، ينجح نجاعة لنزار كنيوة في هذه الفترة وفي هذا الشوط الثاني عموما. ثلاث نقاط الافريقي الان، 49-46 كيف كيف من الكورنر، 49-46 تتحسن احصائيات الفريقين في الفترة الرابعة. نعيم في فلا، فراس الحياني، مروان لغنج، او دي جي في مروان لغنج مع المختار غيازة، خرج كره في راس الحياني، ينتهي توقيت الهجوم.
كانت التيرو بوزور موجود على الفراس الحياني، ما كانش مستعد باش يسدد فراس الحياني، ما خزرش الوقت، حب يلعب مع زياد جعفر اللي كان متمركز خير منه، لكن ال 24 ثانيه كانت اسبق واسرع لتنتهي الوضعيه الدفاعيه ناجحه للافريقي. 49-46 والتايم اوت، وقت مستقطع مهم جدا مع نهايه المباراه واحنا على ابواب الماني تايم. نشوف فيهم قابلين وما جماهير الاتحاد المونستيري واخذين الجردان المقابل لاسباب امنيه بالطبيعه، يبقوا وحدهم. ثم من الجهه المقابله جماهير النادي الافريقي، قلنا حوار شيق على المدارج كيف كيف اليوم، بعض لقطات هذه الفتره الثالثه بين الاتحاد والنادي الافريقي، قصه بطاقه عبور للنهائي، ذكروكم عم ناول تلقاو في الدور النهائي للكاس في نصف نهائي البطوله، عم ناول تقابل نجم الراسي مع الاتحاد المونستيري والافريقي مع النجم الساحلي، ثم تقابلوا في نهائي الكاس الفريقين هذم في فاينل وفايت الافريقي، ثم تقابلوا مرتين سنين في البلاي اوف، لقاء ذهاب ولقاء اياب، اثنين وفاول الاتحاد المونستيري لان يتقابلوا في نصف نهائي البطوله في لقاء الذهاب مع سباقيه القاعه للنادي الافريقي. ماريو بالما، مسؤولية وتوتر كبير على بنك البدلاء، كيف كيف الملاعب على الاقل يخرج التوتر نتاعو من خلال الاحتكاكات والثنائيات واللعب، لكن الملاعبين اللي تبدا على البنك ولا المسيرين والمدربين عندهم نوع اخر من ستريس، الجمهور كيف كيف يسيب التوتر نتاعو من خلال الاغاني والقفز، يعني نجم يخرج التوتر نتاعو لكن ربي مع المسؤولين اللي على البنك من هنا ومن هنا، نشوف فيهم شبان هما الحقيقة رؤساء الفروع كيف كيف يخدموا في خدمة كبيرة في المستير ولا في الإفريقي، يعيشوا توتر من نوع آخر ما ينجموش يكسبريميوه. نزار كنيوة نجوم معاكس كايل فينيز، بشير حديدان يعاود يرجع كايل فينيز، ماريو بالما على حساب جاريد يكسر شوية في الخماسي نتاعو، يحبذ اللعب الخارجي حلو السبرين موف، دار على ساق واحدة مختار غيازة، أول صدى للمختار غيازة، فماش نجاعة هجومية لهذا اللاعب، موجود في التغطية في الالتقاطات، لكن أول سلة نتاعو كانت سبين موف، دار على ساقو اليسار، وسجل نقطتين، تعطي أسبقية مع خمسة للإفريقي قبل أربع دقائق ونص من نهاية المباراة على أبواب ماني تايم عالمي اليوم بين الإفريقي والاتحاد المونستيري. تحسنت شوية الإحصائيات في الفريقين، تحسن شوية التسجيل، خطأ لفايت نعيم ذيفالا ولفايت الاتحاد المونستيري، خطا ضد كايل فينيز. نعيم ذيفالا الرميه الحره الاولى، ما ينجحش في الرميه الاولى نعيم ذيفالا، 51-46 مباراه مهمه، كيف مباراة مهمة السبت القادم الإياب في المونستير، ما ينجحش في الثانية كيف كيف هذا اللاعب نعيم ذيفالا ويخسر امتلاكه الاتحاد المونستيري. تمشي كرة للإفريقي، خمس نقاط ومعهم امتلاك، يمكن هذه أرتح وضعية للإفريقي في المباراة كلها، أول مرة يلقى روحه بلوس 5 ومعها بوسيسيون الإفريقي. نزار كنيوة مع سيف العيساوي، خطير اليوم نزار كنيوة، هذاك علاش رينا سيف العيساوي معها في كامل الملعب في دفاع ضاغط وعالي، بنظر للاضافه اللي اعطاها نزار كنيوة في لقاء اليوم، اضافه حاسمه. مروان لغنج يقطع الكره، نزار كنيوة قلنا عاون برشا اليوم نزار كنيوة، ولسعد شويه عاونوا برشا الافريقي بعد شوط اول اقل من المتوسط للافريقي 18 نقطه، نزار كنيوة ونسعد شويه عطاو اضافه في الشوط الثاني، في المقابل الاتحاد المونستيري ما لقاش نفس النجاعه الدفاعيه والهجوميه نتاع الشوط الاول، تقريبا مباراه قاعده تلعب شوط بشوط في انتظار ما ستؤول اليه الدقائق الاخيره والماني تايم، وهذا جماهير الافريقي متفاعله مع تقدم فريقها
نذكروا اللي وصل متاخر 13 نقطه اليوم امام الاتحاد المنستيري، يرجع ياخذ خمس نقاط، خمس نقاط، 3 دقائق 48 ثانيه، خمسه دقائق مشوقه وخمسه دقائق من نار بين المنستيري والافريقي، قصه بطاقه عبور للنهائي، تبدا الرحله من القرجاني ثم تذهب الى المنستير، من بعد نقطة استفهام نمشيو للقاء الثالث وفاصل ولا لا؟ لأسعد شوية حكيت على إضافته في هذه المباراة وفي هذا الشوط الثاني تحديدا، لأسعد شوية من كل المواقع نجح من بعيد، نجح في التواخر، جاب رمية حرة لأسعد شوية، أعطاه سبع نقاط للنادي الإفريقي. زياد جعفر وصل كورة نعيم ديفالا، حاول يسدد ما ينجحش نعيم ديفالا، كورة لشكون؟ للإفريقي، ياخذ كورة نزار كنيوة، حاول يمشي للهجوم المعاكس، الخطأ، خطأ وامتلاك جديد للإفريقي. 3 دقائق و8 ثواني على نهاية المباراة، 7 نقاط للنادي الإفريقي على حساب الاتحاد المنستيري، 13-10 للاتحاد في الفترة الأولى، 29-18 للاتحاد المنستيري في الفترة الثانية، ثم 39-38 نقطة فارق مع نهاية الفترة الثالثة للنادي الإفريقي، والآن 7 نقاط، 53-46 في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات في دقائقه الأخيرة. نزار كنيوة، كايل فينيلز، عمل ليكرون البشير يدور ما ياخذش كرة، تمشي لليسار، نزار كنيوة، لأسعد شوية أون كونفيونس، يسدد من بعيد، مرة هذه ما يسجلش، تمشي كرة في دين سيف العيساوي، حاول يعكس الهجوم بسرعة سيف العيساوي، سيف العيساوي يعمل توغل وما يسجلش، المتابعة في دين شكون بين فراس الأحياني وكايل فينيلز، توفى لكايل فينيلز، 1-1، ياخذ الخطأ، ياخذ الخطأ كايل فينيلز أمريكي الإفريقي، يمشي للفاست بريك ويجيب الخطأ اللي فريقه قبل دقيقتين و 38 ثانية، مهمة تصبح الوضعيات الدفاعية للإفريقي ومهمة الوضعيات الهجومية للاتحاد المنستيري بحكم أسبقية 7 نقاط لين لأصحاب القاعة والجماهير. يفشل في الرمية الأولى كايل فينيز، على الصورة تركيز كبير، ما ينجحش في الثانية كما نعيم ديفالا منذ قليل، رميتين ضيع من هنا ومن هنا، رميات الحرة في الماني تايم تنجم تحدد مصير مباريات. سيف العيساوي، حسني سعيد يبحث عن 3 نقاط، حسني سعيد ما لقاش الثغرة، زياد جعفر حاول يمرر الفراس الحيني، والامتلاك حسب رياض الخليدي للنادي الافريقي، احتجاج من زياد جعفر، قول ان الامتلاك هذا راهو الاتحاد المنستيري، رياض الخليدي يقول امتلاك النادي الافريقي. هذه الكره الاخيره والحوار الاخير، امتلاكات كما الرميات الحره كيف كيف تصبح محدده، حتى الاسامي الفرق الفائزه، امتلاك، رمية حرة، خطأ، تسديدة، كله يصبح حاسم في مثل هذه المباريات المهمة. 53-46 نعملوا طلع على الإحصائيات، 47% من 3 نقاط، إحصائية ممتازة للاتحاد المنستيري، 47%، 50% من نقطتين متوسط كإحصائيات عامة، هذا بالنسبة للاتحاد المنستيري. بالنسبة للإفريقي ضعيفة إحصائيات التسديد من بعيد، 21 نقطة، كيف كيف مش بعيد على الاتحاد المنستيري، يدور في 52%، لكن الفارق قاعد ياخذ فيه النادي الإفريقي في التوغلات، في الكرات الثانية، في الرميات الحرة تقريبا. مباراة قاعدة تلعب على تفاصيل صغيرة، مباراة دفاعية بالأساس، 53-46 يعني نتيجة واحدة توريكم أن المباراة دفاعية، ومفهوم انه ما تلقاش برشا فرجه وشو وهجوم في نصف نهائي بطوله، التفكير الكل يمشي للدفاع ثم الهجوم يجي في المرحله الثانيه. 7 نقاط، 22 ثانية، وامتلاك للافريقي، كيف سيتعامل مع هذه الوضعيه منعمون والاتحاد المنستيري؟ هل يعمل الكامباك الاتحاد المنستيري قبل دقيقتين ام للافريقي راي مخالف؟ كايل فينيلز باش يحاول يلعب 24 ثانية، الإفريقي يعمل ليكرون مختار غيازة، يخرج عليه إيفي نزار كنيوة، دفاع الضغط من الاتحاد المنستيري، تبقى الكرة لكايل فينيلز، جرب حظه يسدد من بعيد ما يسجلش، ياخذ الكرة الثانية، مهمة جدا لإخذها نزار كنيوة، تعطي 14 ثانية جديدة قبل دقيقة
50 ثانية. كايل فينيلز يسدد من مسافة متوسطة وما يسجلش مرة هذه. فراس الحيني موجود في الروبون يلعب مع سيف العيساوي. مين باش تجي حلول الاتحاد المنستيري في الهجوم؟ سيف العيساوي وصل كرة لإيفي أوديجي وخطأ اللي فايت أوديجي إيفي. دقيقة ونص على نهاية اللقاء 53-46. ذكركم مباراة السيمي فاينل الأول البارح في لقاء متقدم النجم الساحلي فاز على نجم الراتسي 71-57. هذا السيمي فاينل الثاني نهار السبت القادم الأدوار نصف النهائية إياب في رادس وفي المنستير. ونذكركم الفريق اللي يفوز في سريب 8 انتصارات يمر لفاينل البطولة. دقيقة و25 ثانية 5 نقاط. كرة لنزار كنيوة مختار غيازة معها إيفي أوديجي. مختار غيازة يحاول ما يسجلش ياخذ كرة في راس الأحياني. دقيقة 10 ثواني سيف العيساوي 5 نقاط يجري وراء الوقت وراء نتيجة الاتحاد المنستيري. سيف العيساوي تمشي الكرة لفراس الأحياني حاول يمشي لان كونتران مع المختار غيازة وصل كرة لإيفي وينجح. كانت ليزون ناجحة بين البوست 4 وبوست 5 إيفي وفراس الأحياني. بذكاء فراس الأحياني خرج دفاع اللي هو ثم مرر لأوديجي إيفي بلقطة فنية. أوديجي إيفي يسجل نقطتين. تراجع على مل الاتحاد المنستيري 54 ثانية 53-50. 3 نقاط للنادي الافريقي ومعها امتلاك. مرحبا بكم في الدقيقة الحاسمة والأخيرة من حوار نصف نهائي البطولة. شوفوا الاسيست من فراس الأحياني حقيقة ممتاز. فراس الأحياني يعمل في مردود منذ سنتين من طراز كبير. فراس الأحياني تايم اوت وقت مستقطع. 3 نقاط 53-50 54 ثانية على نهاية المباراة. أمامكم توب سكورر أفضل مسجل نقاط هو أوديجي إيفي في المباراة ككل 17 نقطة 17 من 50 راهو مش من 70 ولا 80 يعني تقريبا أكثر من ثلث نقاط فريقه مرت على إيفي أوديجي. كما قلنا رغم أنه مش طويل برشا فإنه عنده الحضور الذهني يعرف يمركز روحه. في المقابل الافريقي بقى نجاعته مع نزار كنيوة كايل فينيس في الفترة الرابعة ولسعد شوية. مبروك نزار كنيوة 50 ثانية أخيرة وحاسمة وفرجوية في أولى لقاءات نصف النهائي 53-50 كرة إفريقية. مراد المبروك نزار كنيوة مع حسني سعيد يحاول يمر ياخذ الفاول. نزار ياخذ الخطأ للنادي الافريقي في ظل احصائيات ضعيفه في التسديد من بعيد. يواصل اللعب الداخلي يواصل اللعب الواحد ضد واحد يواصل الذهاب للسله يواصل ربح الرميات الحره كيف كيف. حتى الاتحاد المنستيري باستثناء بعض الرميات من نعيم دي فالة او تقريبا واحده من حسني سعيد فانه قاعد يامن اكثر بهجومات واحد ضد واحد من عيساوي او لغنج او ايصال الكره لاوديجي وفراس الاحياني. تقريبا الفريقين يلعبوا بنفس الطريقه الهجوميه ما فماش باسكيت ريسك ما فماش برشا تسديد من بعيد. كل فريق يحاول يوصل كره الداخل ويجيب رميات الحره. 41 ثانيه وجزئين بالمئة 5 نقاط للنادي الافريقي وامتلاك للاتحاد المنستيري. قبل 40 ثانيه سيف العيساوي يلعب مع حسني سعيد يخرج عليه لسعد شويه تمشي لفراس الاحياني فما ميز ماتش يستغلوا ودانك حلوه استغل الميز ماتش فارق طول القامه مع كايل فينيلز مشى بيه ومشى للدانك وعمل الفرشه سميته الكريزي دانكر لعب فرشه ويا الخطا خطا ضد أوديجي إيفي اللي فات البشير الحديدان خطا حب يعمله أوديجي وهو الخامس لايقاف الكرونومتر لايقاف التوقيت يخرج للخطا الخامس أوديجي إيفي لايقاف الكرونومتر وكيف كيف لحرمان سله كانت متاكده للافريقي قبل 24 ثانية وجزئين بالمئة يعني مازال توقيت بتاع امتلاك 24 ثانية في توقيت المباراة و24 ثانية في توقيت الهجوم.
في صورة تسجيل البشير حديدان لنقطة ولا نقطتين يصبح الاتحاد المنستيري على بعد امتلاكين، في صورة أنه بشير حديدان يضيع مثلا الرمتين يصبح الاتحاد المنستيري على بعد امتلاك. ينجح في الرمية الأولى اللي تخلي النادي الافريقي الآن عنده امتلاكين بعيد عن الاتحاد المنستيري، و24 ثانية أخيرة وحاسمة في عمر المباراة. البشير حديدان ينجح في الثانية يعطي بلوس 5 خمس نقاط، يدخل مراد مبروك، يخرج كايل فينايلز الآن، خمس نقاط و24 ثانية. كيف سيتعامل الاتحاد المنستيري مع وضعية الثواني الأخيرة؟ هو متأخر خمس نقاط. نعيم ذيفالة حاول وصل كرة لفراس الأحياني، يبقى امتلاك الاتحاد المنستيري قبل 14 ثانية. 57 النادي الافريقي، 52 الاتحاد المنستيري. مشوقة المباراة، كرة لسيف العساوي قبل بعض الثواني سدد ياخذ الخطأ، خطأ معلن من هيكل قسنطيني ضد مراد المبروك، يطلب في التفسير على عملية الخطأ مراد المبروك. ماريو بالما يمشي يحكي مع طاولة الميقاتيين. سيف العيساوي وراء خط الرمية الحرة، رمية حرة أولى لسيف العيساوي، يفشل في الرمية الأولى سيف العيساوي. مسؤولية الثواني الأخيرة، سيف العيساوي ما ينجحش في الثانية، ياخذ الروبون في رأس الأحياني، يحاول ما ينجحش كيف كيف، يعاود ياخذ الروبون مرة أخرى في رأس الأحياني والخطأ، خطأ ضد بشير حديدان قبل ستة ثواني وأربعة أجزاء بالمئة، الخطأ الخامس للبشير حديدان. كان أخذ زوز كرات ثانية الاتحاد المنستيري عن طريق فراس الأحياني تحت سلة النادي الإفريقي. يخرج حديدين ويدخل هشام الزاهي، خمس نقاط ست ثواني ورمتين لفراس الأحياني. الرمية الأولى ناجحة لفراس الأحياني، قلص الفارق 57-53. الرمية الثانية ما يسجل، يسجل فراس الأحياني، وقت مستقطع طلبه ماريو بالما، ستة ثواني وأربعة أجزاء بالمئة، يطلب التايم أوت ماريو بالما، ستة ثواني وأربعة أجزاء بالمئة، 57-54، ماريو بالما يطلب تايم أوت باش يعمل وضعية خاصة سيتواسيون سبيسيال. والاتحاد المنستيري باش يحاول يعمل دفاع اريسك، باش يحاول يخرج الانترسبسيون على الكره الاولى، اذا ما فكهاش في الكره الثانيه باش يحاول يعمل الخطا. الاتحاد المنستيري النادي الافريقي باش يحاول يدور كره ثلاثه اربع مرات، يحاول يقتل الستة ثواني للاخر تقريبا. سيناريوهات هذه المنتظره في ثواني المباراه الاخيره في نصف نهائي البطوله. الاتحاد المنستيري يعمل شوط اول من طراز عالي، والنادي الافريقي يعمل شوط ثاني من طراز عالي، وانتج ثلاث نقاط وبعض ثواني في نهايه قلنا مباراه الذهاب الجيم 1. مباراه الذهاب في القرجاني الاياب في المنستير نهار السبت القادم، كيف كيف ننتظر فرجه كبيره في المنستير في مباراه العوده بعد قليل. نرجع لللايف، نرجع للثواني الحاسمه والاخيره في لقاء الافريقي والاتحاد المنستيري. كره لنزار كنيوه يخرج عليه في راس الاحياني، سته ثواني خمسه ثواني، كايل فينيلز الخطا من سيف العيساوي، خطا كان على كايل فينيلز من هذا اللاعب. سيف العيساوي راجع من اصابه، لاعب مثابر عنده جرينتا كبيره كيف كيف سيف العيساوي. رمتين لكايل فينيلز ينجح في الاولى، هل تكون سله الامان للافريقي ولامريكي الافريقي على الصوره؟ كايل فينيلز تحسن الاداء نتاعو في الشوط الثاني، يسجل الرميه الثانيه، خمسه ثواني وسته اجزاء بالمئه، خمس نقاط. سيف العيساوي حاول يمشي للتوغل وما يسجلش. سيف العيساوي يعمل درايف، حاول انه ياخذ لاكوردي بليس فوت، ياخذ الفوت فقط سيف العيساوي قبل تسع اجزاء بالمئه من نهايه المباراه، قبل اقل من ثانيه. خمس نقاط في مباراة حلوة،
في التشويق، حلوة على المدارج، بعض اللقطات الفنية، رينا دانك، كراس لحياني، لسعد شوية، رينا البلوك شوت، لكن هجوميا كانوا زوز في رقي نجم يخرجونا باسكيت خير هجوميا في مباراة اليوم. 59-55 ثانية تنتهي ويفوز النادي الإفريقي على الاتحاد المونستيري 59-55. فارق النقاط مش مهم في نصف نهائي البطولة في النسخة التونسية، لأن المباراة تتلعب على ذهاب وإياب، والفريق اللي ياخذ نقطتين أو ياخذ انتصارين هو اللي يمر للنهائي. هذا لقاء ذهاب انتهى لصالح النادي الإفريقي، يعني النادي الإفريقي يستحفظ على أسبقية القاعة. مازالت مباراة العودة في المونستير، النادي الإفريقي يفوز على الاتحاد المونستيري في المونستير يمر للنهائي، الاتحاد المونستيري يفوز على النادي الإفريقي في المونستير، تصبح النتيجة 1-1 ويتم اللجوء للقاء ثالث وفاصل. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، تلقاو إن شاء الله نهار السبت القادم بمناسبة الدورين نصف النهائي للبطولة النجم الراسي النجم الساحلي الاتحاد المونستيري النادي الإفريقي. شكرا لكم، صباح الخير، كان معكم ربيع البحور.